هذا وقد اسهم الدور المصري في دعم جهود تحقيق التنميه في القاره الافريقيه لتحقيق عده غد افضل لدول القاره السمراء، ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الجهود لمواجهه التغيرات المناخيه المختلفه. جاءت كذلك استضافه مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 ممثله في القاره الافريقيه لتعكس دور مصر الريادي في هذا الاطار. مصر على عهدها دائما تحمل هموم القاره الافريقيه واحلامها وتبذل كل جهد سعيا لتحقيق غد افضل للقاره الواعده الدور المصري لا يفوته مجال من قضايا القاره الا وطرق بابه وقطع به شوطا طويلا لتحقيق تنميه غابت عن بلاد افريقيا لعقود، ولعل من ابرز تلك الملفات على الساحه حاليا هو مواجهه التغيرات المناخيه، حيث تشدد مصر على ضروره تحمل الدول الكبرى مسؤولياتها تجاه ما سببته من اضرار تدفع ضريبتها شعوب افريقيا، وانطلاقا من حرصها على مصلحه الاشقاء الافارقه، عملت القاهره دائما على المنادات والتشديد على ضرورة رصد التمويلات اللازمة للحد من الأثار الضارة للمناخ في أفريقيا ومنح نصيب العادل من هذه التمويلات لتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف من أثار المناخ وفي هذا الإطار جاءت استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 ممثلة عن القارة الأفريقية لتكون بمثابة بارقة أمل للدول الأفريقية وللكرة الأرضية في مجالات العمل المناخي اخيه <applause> مؤتمر شرم الشيخ للمناخ أبرز دور مصر الريادي لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد النجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة وشحز 100 مليون دولار للدول الأقل نموا كما قامت القاهرة نيابة عن القارة الأفريقية في التفاعل مع قضايا المناخ التي ظهرت في شكل مفاوضات رسمية حيث تولت مصر رئاسة مجموعة السبع والسبعين للدول النامية والصين خلال عام 2018 ومجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ خلال عامي 2018 و2019 ورئاسة لجنة القادة والرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة عامي 2015-2016 والمبادرتين الافريقيتين اللتين اطلقهما الرئيس السيسي للتكيف والطاقه المتجدده خلال الدوره الخامسه عشر لمؤتمر الاطراف في باريس في عام 2015 هي اذا جهود كبيره بذلتها وتبذلها مصر على مر السنوات لحمل لواء القاره الافريقيه في قضيه مواجهه التغيرات المناخيه خلال كل الفعاليات الدوليه والاقليميه ذات الصله.